كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم يا جماعه طول حلاب لعبه بي كي اكس دي، واليوم رجعت لسلسله شخصيات قلدتهم، شخصيات رح اتحول الى رح اقلدها. طبعا معنا القناه كمان هاي السلسله، اذا بتحبوا هيك تحويل تقليدات الشخصيات روحوا فوتوا على البلاي ليست ولا على قائمة التشغيل، رح تلاقون شخصيات قلدتها وفوتوا تفرجوا على الفيديوهات. كمان حطوا لي لايكات، كمان يا جماعة حطوا لي فولو على الانستغرام، الرابط تحت بصندوق الوصف. بليز وصلوني 10,000 لحتى يعني اضل انزلكم بوستات احلى، لانه ما عم تشجعوني، التفاعل ما يشجعني ابدا. اذا بدكم انزلكم بقنواتي الاثنين كمان تفاعلوا عليها، انا ما انزلكم عشان تفاعل. فكمان بهاي القناة إذا بدكم يعني تخيلوا شي يوم ما أصير أنزل رح يكون بسبب التفاعل وربي. المهم بليز اشتركوا وحطوا لايك عشان تتفاعلوا تشجعوني أكثر إني أنزل فيديوهات وهيك أفكار، كمان اقترحوا علي أفكار وألعاب. المهم طبعا يا جماعة اليوم بهذا الفيديو رح نتحول لشخصية طبعا هاي الشخصية من الكرتون. أعتقد إنه في فئة بتحبها، في فئة ما تحبها، في فئة بتكرهها، المهم ما علينا. بس اعتقد انه الاغلبية بحبها ما بعرف، بس انا لما كنت صغيرة كنت كتير بحبها، هلا ما بحبها كتير بس ما بكرهها، يعني اتمنى فهمتوا قصدي. المهم هي دورا، يب ما بعرف ليش كنت صراحة بحبها لما كنت صغيرة، بس المهم اعتقد انه شخصيتها يعني مو شخصيتها بس شخصيتها حلوة، مثلا بنقدر نقول هيك انه مغامرة ومدري ايش، كمان وجهها كتير كيوت. بس هلا ما صرت بحبها. ما عليكم قولوا لي اذا انتم بتحبوها ولا لا. بس اليوم رح نتحول لدورا. طبعا اتينك انه ما قلدتها، بس انه بحس انه شخصيتها رح تتناسق مع بيكي اكس دي، لانه فكرت كثير افكار ما لقت، بس بعدين قلت ليش لا ما اتحول لدورا، ليش ما ارجع لهي السلسله. كمان قولوا لي، روحوا على البلاي ليست وشوفوا شو البلاي ليست اللي مسويه، قولوا لي شو هي البلاي ليست ولا السلسله اللي بدكم يعني ارجع لها. المهم هلا طبعا ليتس جو تو ذا سالون عشان نغير شكلنا ونرجع دورا. ياه اوكي سو ليتس جو. واو 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 ركوب طيارة. اوكي سو هلا ليتس جو. اوكي خلينا نقعد هون. هلا يا جماعة ليكو التحول كيف رح يصير، بوم بوم بوم. يلا ليكو رح نقفز هون عشان صارت تسريحة جديدة. طبعا يا جماعة كلكم بتعرفوا انه شعراتها لدورا عندها كأنه غرة، طبعا عندها كأنه غرة وشعراتها زي هيك، يعني ما بعرف شعراتها كتير قصير، تاني زي هيك. او ماي جاد هيك. اوه لا بس عم بمزح، هيك مثلا او هيك. اوه هيك 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 هي 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 يا جماعة كتير جميل. اوكي هي يا جماعة، فهلا خلي يا جماعة نشوف ايش كمان. هو شعرها يا جماعة بني، يعني بني. اوكي يا جماعة وجهها بتكون اغلبية ضحكة بعرف، بس خلينا نحط هاي. اوكي هيك صرت دورا، وهلا صار فيني اغير البشره والملابس، الاواعي. بتعرفوا الاواعي تبعها تي شيرت باللون الزهري، زهري صح. المهم بشرتها هي هيك سمراء، عرفتوا كثير كيوت، لهيك بقول لك كيوت، عرفتوا لانه سمراء كثير حلو. المهم هلا بدنا هيك نشير هذا، نشلح الكمامه. هلا يا جماعة رح ننتقل للملابس. اوكي هذا الشيء اللي هو كتير صعب، انا صراحة ما بعرف كتير اني اشوف ملابس، ما بعرف اقلد ملابس، بس يلا خلينا نحاول نكون احنا احسن، يعني افضل من قلدها، عرفتوا من افضل تقليد، عرفتوا. المهم هلا يا جماعة هي بتلبس يعني شيرت، يعني شو اسمه زي هذا، مثلا طبعا زي هذا. صح يا جماعة كتير بيشبهه هيك، يعني بينك شيرت. يا هيك يعني يا جماعة بينك شيرت. كمان معنا اورنج لايك اورنج بانت. yeah let's get اورنج بانت. عنجد ما بعرف وينه، كيف بده يكون شكله هيك. معقولة؟ لا لازم لنا زي هيك. طبعا رح افرجيكم زي هاي، زي هيك I think. oh my god هيك هيك يا جماعة، أو هذا. oh my god look هذا. oh my god كتير ضعف.
هيدو عم بدي نغير، ما بعرف بس احس انه لازم اغير الشيرت، بس I don't know. خلنا نختار هيك صورة. نايس نايس نايس. اوكي ناو وي ار gonna get the shirt. رح نشوف شيرت جديد او تي شيرت جديد. خلينا نشوف هذا او هذا. عن جد ما بعرف لا شكله هذا. او ماي جاد كثير واو. اوه نيكول وصلنا دورة. وبتعرفوا انه عندها هيك باج. Let's go. هات باك باك. نسيت عن جد شو بتقول. المهم هلا لازم ناخذ الباك باك كانه عندها باللون البيربو. بيربو بيربو بيربو. خلينا نشوف يا جماعة ايش باللون البيربو. او اوه كانه هذا. او هاي. عن جد ما بعرف. Oh my god, just this. هاي كمان كتير تشبهها. ولكو هلا تحولنا شخصية دوريا. عن جد صرنا دوريا officially. هيك oh my god. Look. لك عن جد يا جماعة هيك صرنا دوريا. قيموا يا جماعة التحول إذا جبناها صح. واو لكو كيف صرت. لك يا جماعة عن جد صرت كتير بشبهها. ناخذ صورة. كأنه لازم ناخذ صورة. جايز عرفتوا جايز. اوه ماي جاد كتير بشبهها عن جد. يا جماعة عن جد كتير كتير طلعت بشبهها هيك. جايز عن جد لكو التحول. لكو صرت كتير بشبهها عن جد. لكو 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 هيك الوجه هيك هيك كمان بتكون عن جد. رح نزل هيك واحدة. اوكي هيك نزل 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 يعني اكيد اكيد بدي نزل واحدة. ماي جاد او ماي جاد. جايز روحوا حطوا لي لايك على هي الصورة اللي نزلتها هلا على تطبيق يوني. او ماي جاد يس. كمان يا جماعة طبعاً كمان يا جماعة هدول الشوز. جايز لابقين ولا لا؟ عن جد هيك عند الشوز ولا لا؟ عن جد نسيت انا. هيك هيك. ماي جاد كتير بتجنن لكم. عن جد طلعت بشبهها ولوك. ما كنت هيك متوقعت صبر. لكو لكو هيك بالشوز والبانت والشورت. المهم اعتقد انه هيك رح نخلص على الفيديو لحتى ما اطول عليكم كتير. كمان يا جماعة روحوا اشتركوا بقناتي اسراء فلوجز. رح تلاقون رابط وكل شيء بصندوق الوصف. الوصف يا جماعة فيه كل شيء. كمان حطوا لي فولو على الانستغرام وبس. لكو دورة دورة بتقولكم حطوا لايك 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 وبس. حطوا لايك وباي. وقولوا لي كمان اهم شيء كم بتقيموا هاي الشخصية وشاركوها مع اصحابكم. وكمان قولوا لي افكار وبس. باي.